تجريب الشرك، نشر الرذائل، تستأجر بالساعة. طيب احنا استأجرنا بنت، رح نشوفها. تمييع العقيدة، يعني هي الفكرة ايش روحك تربط هون بيجيك حظ كويس. انا طلبت مليار دينار، اذا من هون لسنة صرت ملياردير، فاعرفوا هاي السبب. استصغار الكفر، عندهم احتفال ديني يسموه الماتسوري، يشيلوا ربهم ويلفوا كده حول الاحياء. التعاطف مع الباطل، مع العلم مارادونا اله نشر عقائد باطلة وغيرها من الأفكار السامة التي ينشرها الرحالة في قنواتهم وتغذي فكر من يتابعهم من الأطفال والشباب لا شعوريا. وقبل أن تأخذك العزة بالإثم الآن وتذهب للتعليقات وتكتب شيء يزيد من سيئاتك، شاهد للنهاية وتذكر أن الأصل في قبول الحق أن يكون حقا، لا أن يكون على هوانا. مورا كواليس قنوات الرحالة. الترويج للشرك. قديما عندما كان التجار المسلمون يسافرون في الأرض، كان يسلم على أيديهم الآلاف من الناس بسبب أنهم اعتزوا بدينهم، فكانوا يدعون الناس في البلاد التي يصلون إليها إلى الإسلام، لا أن يقوموا هم بتجربة ما يعبد هؤلاء من دون الله. صحيح، ولكن عمر هداه الله قرر أن يفعل عكس ذلك، فنشر مقطع كامل تحت عنوان أنا متنسك في جبال اليابان. التنسك في اللغة تعني التعبد، يعني يجرب التعبد في اليابان. والذي لا يعرف معنى التنسك في اليابان يخبره عمر في مقطعه. فالطبيعة والجبال بالنسبة لهؤلاء الرهبان ليست من مخلوقات الله، بل هي الإله ذات نفسه. وهنا لو فكرت تجد أن أي عاقل يرفض هذا الكلام مباشرة ويرفض أن يجرب، فما بالك أن تجربه وتنشره للناس. لما سألت إذا ممكن أجرب، أغلبهم رفضوا أن نصور إلا واحد، المعلم شيدة. ومن هنا تبدأ رحلة عمر في تجريب الشرك والعياذ بالله. يا محمد، الرجل محتواه أساسا قائم على التجريب، يعني ما المانع أن يري متابعيه جزء من حياة الناس في اليابان كالبوذية مثلا، تحرمون كل شيء، الأمر ترفيهي. لا تستصغر الأمور يا صديقي. ألم تسمع بقول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. فلا تقعدوا معهم، لا أن تقلدهم وتروج لهم. فعندما ذهب الراهب إلى الشجرة وتعبد لها، ماذا فعل عمر؟ هل اتبع دينه؟ بل ذهب خلفه ليقم هو أيضا بتقليده. ربطنا القوة على نفسنا، هو ذاهب أساسا ليجرب على حد قولك. من متى كان الدعاء مشروع لشجر وصنم يظنون أنها إله من دون الله؟ ومن متى الدعاء يكون بهذه الطريقة أصلا؟ قد يقول أحد الكرام الآن يا محمد لكنه في الحلقة رفض السجود وتوجه للقبلة أثناء الدعاء. يا رجل، الراهب نفسه كان يقول له افعل ذلك بطريقتك الإسلامية عندما رفض تقليده في البداية. ولكن اسأل ما الفائدة من التجربة أساسا؟ وطيلة الحلقة يعرض ويفعل أمور أخطر من ذلك بالترويج للبوذية. وعندما نصحه الناس وطالبه بحذف المقطع بدل أن يعالج ذلك الخطأ، أغلق التعليقات وأبقى المقطع، بل وبرر تجربته قائلا نحن مو جايين هني ناخذ دينك، جايين نفهم شنو التنسك وشنو الفائدة من وراء. احنا مش جايين ناخذ دينك، احنا جايين نفهم ما هو التنسك وما هي الفائدة منه. وكأن دينك لا يكفيك يا عمر لتذهب لتأخذ الفائدة في الدين من البوذيين. ألم تسمع قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى أنه في نهاية الحلقة يخبرك الفوائد التي تعلمها من تلك التجربة وأنها قربت من الله تعالى في محاولة لربط البوذية بالإسلام بل وأسلمتها. في رسالة مفادها أنك لا تنخدع بمن يقولون أن هناك طريق واحد إلى الله سبحانه وتعالى، فها أنا الآن تنسكت على جبل في اليابان وقويت علاقتي بالله، فكل الطرق تؤدي إلى الله. فقط أتساءل عن حال الأطفال التي تتابعه وقد تولد لديهم شعورا جديدا بأن تجريب أي دين أمر عادي، فقدوتهم عمر قد جرب مسبقا. التطبيع مع الباطل. في قنوات الرحالة تجد أن الباطل والبدع والشركيات بالنسبة لهم أمر هين ويتساهلون جدا به، بل ويروجون للتطبيع معه. فمثلا حطاب هنا نشر حلقة مع فرقة يقول صاحبها أنه إله الموت ويقوم جهاد بالتغاضي عن الأمر والابتسامة وتكملة الحلقة وإخفاء الترجمة الصحيحة لمتابعيه بل والرقص معهم. هذا يسمى تطبيع مع الباطل.
باطل. على الرغم من أن النسبة العليا من متابعيه في تعليقات ذلك المقطع نبهته أن هذا شرك وتطبيع مع الباطل. بعض التعليقات: هذه الرقصة والترند تخالف عقيدتنا الإسلامية أمة لا إله إلا الله، لا يصح منها ويستقبح وينكر أن تحتفي بمثل هذا شخص آخر، عليك أن تحذف هذا المقطع، استغفر الله، هذا الكافر يقول أنه إله الموت وأنت يا جو تضحك له، أين الغيرة على الله. شخص آخر: يا أخ جاد لا أدري كيف تتساهل في هذه الأمور الكفرية. هذه التعليقات بالترتيب يعني لم أقم بانتقائها مثل، أنت الآن افتح عليها وشاهد، ولكنه لم يقم بالتراجع بل بالعكس وضع روابط قنوات هؤلاء الأشخاص في الوصف لديه. وليس جو حطاب لوحده يشارك في التطبيع للباطل بل أغلب أصحاب قنوات الرحالة. مثلا رجل أرجنتيني يقول أن مارادونا هو إلهه وعمر يحتضنه. وطوال الحلقة يظهر مع أشخاص كل واحد منهم يدعي أنه يعبد ميسي ومارادونا وهو بين ابتسامة وحماس واحتضان. ابن حتوتة يخبرك مثلا: هي الفكرة إيش روحان، تربط هون بيجيك حظ كويس، أنا طلبت مليار دينار إذا من هون لسنة صرت ملياردير، أعرف هاي السبب تمام. أو مثلا حطاب ذاهب لتمثال للمسيح ويقول: هل سيستقبلني؟ مش عارف راح يستقبلني ولا لا، جاي أقابله شخصيا. هذا المقصود بالتطبيع مع الباطل، إشاعة الفاحشة. You can rent literally rent a girlfriend. نستأجر بالساعة نصور ورح نستأجر بنت، احنا استأجرنا بنت رح نشوفها. الإسلام حرم مجرد النظر إلى المرأة، فما بالك بنشر الرذيلة والترويج لمثل هذا النوع من الفاحشة كما ينشر في مقاطعه بنات الإيجار في الصين بنات الإيجار في اليابان. هل يليق هذا أن يصدر للناس؟ أن تستورد الأخلاق الرذيلة من الكفار وتنقلها لنا بل وتصور فيديوهات في تجربتها والترويج لها، والنتيجة أنك لو تمعنت في تعليقات تلك المقاطع تجد أن الأغلب يسأل عن أسماء تلك المواقع التي يستأجر منها مثل هذا النوع من الفاحشة. نهاية أيها الحبيب، الهدف من هذه الحلقة ليس الانتقاص من هؤلاء المؤثرين بل تسليط الضوء على الأخطاء الكبيرة التي يقعون بها وتنبيهك عن الفتن التي تدس في المحتوى الناعم الذي يقدمونه والتي هي أخطر على عقيدتك من الفتن الواضحة. أيها الأحبة، أنا أعتقد شخصيا أن أغلب الرحالة ينشرون هذه الفتن من جهل وقلة علم وركض خلف العناوين الجذابة وكل ما هو غريب، فهذا عملهم دون تدقيق مسبق للفكر المسموم الذي ينقلونه إلى أطفالنا وليس عن تقصد والله أعلم، ومصيبة إن كان عن تقصد، هذا من حسن الظن بهم. لذلك أدعوهم بتقوى الله فيما ينشرون في تالي الأيام وأن يحذفوا المقاطع التي أشرنا إليها في هذه الحلقة. وأنا أعرف أننا سنتلقى تعليقات سلبية من جمهور تلك القنوات، فإلى هؤلاء الإمة التي تغالي في حب الناس وتعظيمهم دون استخدام لعقلهم الذي ميزهم الله به أقول: لا تغالي في حب من يشابهك من عامة الناس، اهتم بنفسك والله ستحاسب على عملك، خذ الفكرة من المضمون ودع عنك الشخصيات، فلا يوجد شخص خالي من الأخطاء وأنت أولهم. أيها الأحبة، أن تمتلك التمييز بين الحق والباطل في كل ما تشاهد في عصر الفتن هذا أمر ليس سهل، لذلك لا بد أن نستذكر عقيدة الولاء والبراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فنوالي كل من والاه الله ونتبرأ من كل من تبرأ منهم الله بالقلب واللسان والجوارح. وأخيرا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا غيره أذلنا. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به وتمتم في أمان الله.